رهيبة مع رشا. ازيكم يا حبايب قلبي جميعا، يا رب دايما بصحة وسعادة وهنا، كل سنة وانتم طيبين جميعا. النهاردة هنعمل مع بعض معجون سحري جدا جدا، حاجة كده ملهاش حل لتنظيف كل البيت. الناس اللي انضمت للقناة جديد، في ملف فيه تنظيفات العيد، ملف فيه كل الحاجات، سجاد، ستاير، نجف، كل حاجة ممكن تتخيليها. لو انت عاوزاه اكتبي لي في التعليقات. في ملف لتعليم المنظفات، ملف للشعر، ملف للبشرة، ملف للتخسيس، ملف فيه منتجات الصيدلية الرخيصة. عايزة ملف من الملفات دي امر اكتبي لي في التعليقات ابعته لك. المكونات اللي احنا هنعمل النهارده بيها المعجون من 3 مكونات احنا بنرميهم في الزبالة. اول مكونين يا غالية وهو اللي انت شايفاهم قدامك دول، دوت قشر ليمون وقشر برتقال. انا غليتهم قوي جدا، ميه ليمون، قشر ليمون مع قشر برتقال، وتخليه يغلي قوي جدا جدا جدا. اتكلمنا قبل كده، الناس اللي معانا على القناه قبل كده عارفين ان الاتنين دول حلوين جدا في التنظيف، حلوين جدا لو انت عايزه تدي لمعه مثلا للسيراميك، للحلل، للرخام، للحنفيات، للكلام دوت، وفي نفس الوقت بيستخدموا كتعقيم. تمام كده، تمام كده. المكون بقى اللي معايا بعد كده برضو واحنا بنرميه في الزبالة وهو قمر الامارات، واتكلمنا عنه قبل كده، وهو يا نور عيني بشر او بواقي الصابون اللي بريحة. طبعا كلنا بيبقى عندنا صابون بريحة، وساعات ناس كتير بتستسهل فبتروح واخداه رمياه. لا، انا عاوزة بشر الصابون ده يا امراي. تمام كده، تمام كده. طب انا يا رشا ما عنديش بشر صابون او بواقي صابون، او خدتها عملت بيها وصفة تانية، يبقى حبيبة قلبي عليكي وعلى ايه؟ تجيبي صابونه دوش تشتغلي بيها، قلنا ان هي رخيصه، تجيبي اي صابونه بلدي، تجيبي اي صابونه تشتغلي بيها. الوصفه مش كده بس، الوصفه لا، في مكونات تانية لسه هنحطها عليها. بسرعه يا جوجو. طبعا الاول الميه بتكون سخنه، اللي احنا حطينا فيها بشر قشر الليمون وقشر البرتقال بتكون ميه سخنه. تمام كده، عشان ما يجيش حد في التعليقات يقول لي يا رشا انا ما عنديش، يا رشا انا ما عنديش صابون او بواقي صابون. لا، حضرتك عندك صابونه بلدي اشتغلي بيها، عندك صابونه صن لايت اشتغلي بيها، عايزه تجيبي صابونه دوش مفيش مشكله. طب ليه بشر الصابون يا رشا؟ بشر الصابون الناس اللي انضمت على القناه جديد حبايبي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، وقلنا ان هو رهيب جدا 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 في ان هو بيدي لمعه للبوتاجاز، للحنفيات. ثواني كده عشان الموبايل بيشاور نفسه يفصل، ممكن يا جودي الشاحن بعد اذنك سريعا. بصي كده يا قلبي، زي ما انت شايفه اتحول لجل قمر في نفس تلك ذلك اللحظه. ده طبعا بواقي الصابون اللي احنا كنا عاملينه مع بعض على القناه، حاجه كده مفيش احلى ولا اجمل ولا اروع من كده تاني. يبقى احنا لا صابونه بلدي هنشتغل بيها. ورجعت لكم تاني يا امارات، معلش التصوير عمال يفصل، كان عايزه اتحط في الشاحن. طالع معايا زي ما انت شايفه كده معجون مفيش احلى ولا اجمل من كده تاني. طيب هنزل بقى بباقي المكونات. ايه باقي المكونات يا قلبي؟ ان انا عاوزه نص كوبايه من الميه او ربع كوبايه من الميه زي ما انت شايفه كده، تمام، وهنزل عليها بنص معلقه من البطاطس. تمام، بطلي يا جودي. نص معلقه من البطاطس مش هتعمل حاجه، بس هتديكي طبعا نظافه ما بعدها نظافه. لو انت عندك حروق في البوتاجاز، عندك السيراميك بتاعك مش حلو، عندك اي مشكله في البيت، بقع، صدع السيراميك، الحاجات دي كلها، النص معلقه من البطاطس دي هيخليها لك يضيح في ثانيه. اهي يا قلبي نص معلقه، استنى اشيل شويه منها كده، نص معلقه ونحطها هنا. طبعا البطاطس بتاعي بعافيه زي ما قلت لكم قبل كده. اقفلي يا جودي الكيس، كنت جايبه كميه واخده رطوبه اساسا، عشان كده بصي تحسين لو انت واخده بالك القشور بتاعته مكتله شويه. البطاطس ده اللي عندكم في الدول العربيه اسمه ايه بقى؟ ديوبوشار، اسمه كترونه، اسمه حجر تسليك المجاري. الناس اللي هو اول مره تنضم للقناه، هيدروكسيد الصوديوم. فانا بقلبه هنا قوي جدا كده، لازم طبعا كل دوت يبوش الاول القطعه دي. ليه انا عندي عامل تكتلات؟ لاني قلت لكم كنت انا جايبه كميه كمني ما بعرفش انزل من النونات اللي عندي، فخد مني رطوبه الصراحه. تمام ماشي، سيب القشره دي كده مع نفسها وننزل دول عشان ننجز في وقت الفيديو، ونرجع دي مكانها مع نفسها. قلبي يا جودي. يبقى نص معلقه البطاطس اللي احنا حطيناها هتديكي نظافه ما بعدها نظافه، لبوتاجاز، لحلل، لطاسات، للكلام دوت. عاوزه معلقه، عايزه كوبايه غاليه من الصابون السائل، اي صابون سائل عاملاه على القناه ماشي، جايباه من بره ماشي، ده امور وده امور. تمام كده، ناخد نفضي الكوبايه كويس بس كده. شاطره يا جوجو.
هننزل بقى يا قلبي ب باللون. لا باللون ايه، لسه فاضل حاجات تانية. هننزل ب معلقة من كبيرة او معلقتين من السكر، ومعلقة كبيرة من الكربوناتو اللي هي اسمها عندكم صودا الخبز، ونص معلقة من ملح الليمون. الثلاث حاجات دول رهيبة طبعا في التنظيف، وعلى قد ما هي رهيبة في التنظيف ان هي حلوة جدا عشان كمان تهديلك من معلقة البطاطس اللي احنا حطيناها، عشان لما تيجي تستخدمي الوصفة بايدك كده ايدك ما تلسعكيش. يبقى نحط شوية سكر، هنحط شوية كربوناتو، هنحط شوية ملح ليمون. عندك شوية جليسرين، عايزة تحط شوية جليسرين مفيش مشكلة. حط بقى اللون، ما هو لونه كده حلو يا جوجو، برضو مصممة جودي مصممة يا جماعة. هو كده لونه جميل، هو عايز سنة مية بس. روح هاتيله سنة مية. طب روح انت هاتيله بس سنة مية. جودي بنتي تخصص ألوان زي ما انتم عارفين. عايزة اقول لك شوية المعجون دول بجد هيخلوا لك بيتك حاجة تانية خالص، ولا تقولي لي لهلوبة ولا زنوبة. حاجة كده تحفة، هتاخدي منه المعلقة وتمشي بقى على البوتاجاز، على الحلل، على السيراميك، على الارض، على كل حاجه. عامل كده بالظبط زي معجون العملاق، بس ده عملاق اكتر منه. هاتي يا جوجو قلبي يا جوجو. مش ده يا جوجو اقوى من العملاق بكتير؟ ده عملاق ازيد من العملاق الاولاني طبعا. انت ما تكتريش الميه، حطي الميه كده على قد زي ما انا بعمل، علشان خاطر انا مش عاوزاه يطلع تقيل، انا عايزاه بس كده زي ما انت شايفه خفيف، يبقى مركز حتى يوم ما اخد معلقه تبقى هي دي كفايه لوحدها. تمام. وده شكله كده قدامنا يا قمر زي ما انت شايفه، مفيش احلى ولا اطعم من كده. هعبيه برده في علب قدامك وهقول لك هنعمل ايه. هاتي العلب يلا يا جوجو. بصوا كده يا قلبي، انا فضيته زي ما انت شايفه، قلت لك هاتي اي علب عبيه فيها، علب عندك فاضيه، علب بلاستيك عندك. العلب دي بتجيبها من عند اي حد بتاع بلاستيكات اللي هي بيبيع اطباق فويل والكلام دوت، مفيش مشكله. علب زبادي فاضيه، علب كشري فاضيه، اي علب عندك يا نور عيني عبي فيها مفيش مشكله. انا عاوز اعبي بس واحده كده قدامك عشان اوريكي ان القوام بتاعه حاجه كده منتهى الاموره. هاتي كده يا جوجو، فضي معايا هنا، فضي كده انت وانا همسك لك وخلاص. بصي يا قلب قوامه عامل ازاي، مفيش احلى ولا اجمل من كده، حاجه كده مزيكا. بصي جميل وشفاف وحلو ومط وقمر قمر قمر. شوكولاته فاهم. جميل والله العظيم. ماشي فضي بقى انت في علب اكتر من كده، لان انا مش لاقيه لك علب تانية بصراحه دلوقتي. ده كده الشكل النهائي، هتسيبيه بس كده ربع ساعه او نص ساعه تلاقيه مسك شويه برده ببعضه اكتر من كده. وبعد كده يا قلبي ايه، هتاخدي بقى العلب دي تحطيها عندك على الحوض كده، كل ما تيجي تنضفي تاخدي علبه من دي، هتغسلي بيه سجاد هيطلع معاكي منتهى القمر، هتعملي بيه الحيطه هيطلع معاكي قمرين، هتعملي بيه الارض، السيراميك، الشفاط، البوتاجاز، كل حاجه ممكن تتخيليها هيخلي لك البيت منتهى القمر. اتمنى اكون